ثابر تستغل ابنها بعد حل الطر، تستمتع بالأموال وترد على خبر زواجها. ردت منى الثابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على شائعات زواجها مرة أخرى رغم مرورها بأزمة مع ابنتها بسبب القضية المتهمة فيها ومطالبتها برد 20,000 دينار بحريني. وعلقت منى الثابر: قاعدين يتطلعوا علي إشاعات، أنا حكيت إذا جاني نصيب ما هقول لأ، ولكن يطلعون علي إشاعات أني متزوجة، إذا تزوجت فلازم أصور لكم الخواتم وهذه الأشياء. أول شيء تنفينا؟ طبعاً أنا ما بعرف، يعني قاعدين يطلعوا علي إشاعات، أنا حكيت إذا جاني نصيب ومثل ما أنا يعني أرغب هذا الشيء يعني ما رح أقول لا، بس إنه يطلعون علي إشاعة إنه أنا متزوجة، أنا ما تزوجت لسه، لازم أصور وأصور لكم الخواتم. حركات بنات لازم أصور هي يعني الأشياء يعني. ثم نشرت والدة حلا منى الثابر فيديو مع ابنها عبد الله، اعتبره المشاهدون أنه استغلال للطفل بغية استعطاف الناس. كما أقحمت عبد الله في مسألة الأموال عندما سألته خبيرة التجميل التي ترافقها من سيدفع المال. اليوم الغداء على حسابك ولا على حسابي؟ اليوم الغداء على حساب عبد الله الترك. عبد الله today you will pay the lunch okay؟ مي؟ إيه. عارف ليش مطلعنا لك؟ ليش أنت طلعت معايا؟ ها I hold my hair. يلا حط. وعلق المتابعون على الساعة بيد والدة حلا وعلى التغييرات التي تقوم بها بشكلها والتي تكلف الكثير من المال، فمن يكون مديونا لا يقوم باستعراض نفسه هكذا. وفي النهاية قام الطفل بحركة عفوية بوضع شارة الحمار على رأس والدته. وزينب عن جد بتعرفي هذاك النهار لما عملت أظافري وشعري عن جد غيرتي لي نفسيتي كثير. فعليت حتى الكل يا قمر انت